ارحب فيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم الشباب والصيف. احنا اليوم عندنا فعاليه جدا مميزه مثل ما انتم شايفين، خلكم معنا بعد الفاصل نتابع احداث فعاليه اليوم. كنا بنلعبها في المدرسه الهنديه، فاسمها ثرو بول، كره يعني تتحرك من هنا لهنا. هم عدلوها من كره الطايره الى عمليه كاتش، يعني ثرو اند كاتش، يعني امسك، يعني ترمي الكوره وثقيلك كحاجه ايه جديده. يعني شلون تشوف رواجها بين مراكز الشباب؟ هل في استجابه؟ احنا لعبناها قبل كده 4 مرات قبل كده، مش اول مره نلعبها على مستوى المراكز، بس طبعا في مراكز جديده لسه ما تعرفهاش، فعملناها ايه، علمناهم فيها. احنا ايه خدناها طبعا من الهند وبدانا نطبقها علينا كحاجه جديده. بتعتمد على اللياقه البدنيه، بتعتمد على الذكاء، ما بتعتمدش على طايره بس، لا، المكان الفاضي بتتلعب فيه فين، بيلعبها بقوه، بينط، بيقدر يبقى في ايه عمليه ايه، بتعتمد على حاجه يعني بنسميها الرشاقه اساسي. انت عارف ان الالعاب كلها او عناصر اللياقه البدنيه اساسها الرشاقه، لما يكون رشيق بيقدر يطير، يمسك الكوره، يلعب في المكان المناسب. فبداوا يستجيبوا فيها، يعني استجابوا استجابه ايجابيه بالنسبه لهم. اللعبه الاساسيه حتى لو اتفرجت على الدوري بتاعهم هتلاقيه يعني قوي جدا. تأقلموا الشباب مع الرياضات الجديدة، يعني قابل للتغيير، يعني المركز مو محدد في رياضات معينة، ممكن تضاف عليه يعني نشاطات فعاليات. والله الفعالية جديدة والنشاط جديد على الشباب، بس هي سهلة والشباب ما شاء الله يعني رياضيين، شرحنا لهم اللعبة وتأقلموا عليها بمجرد ما نزلوا الملعب وشافوا بس في أول جيم كده، بعد كده مشى اللعب وما شاء الله كان أداهم كويس جدا. نعرف اللعبة، تشرحها لنا مع الشباب. اللعبة كرة ممسوكة بيقف يعني شبيهة بالطايرة، لو طالما اللاعب لمس مسك الكوره ما ينفعش تلمس الارض، لازم يلعبها من الثبات وهو واقف، يا يباص لزميله يا يشوط على 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 النصف الثاني. يعني يمسك الكره ما في وقت معين ولا عادي يمسكها الوقت مفتوح؟ لا، اهم شيء ما يمشيش بالكوره، بس الكوره تفضل زي ما هو واقف في مكانه، ما يمشيش بالكوره، يعني ما يتحركش خطوه 2 3، لا يعني من يمسك الكوره ثابت لين يعطي باص من الثبات. شلون تشوف اداء الشباب؟ يعني في يعني تجاوزون، يعني اللعبه جديده فممكن تغاضون عن بعض الاخطاء للشباب ولا ملتزمين فيها في مخالفات؟ لا والله هي اللعبه سهله، الشباب ما شاء الله النهارده يعني ما كانش حد فيهم بيتحرك كتير، ومجرد ما يمسك الكره بيقف في مكانه، فما كانش فيه اخطاء كتير وكانوا كويسين. الفريقين الصباحيه والفيحة. شلون تشوف اداء فريقك مركز شباب الفيحة؟ في منافسه اليوم، في جوائز؟ اي والله كانوا منافسين ما شاء الله عليهم. يعني منو افضل مركز شباب شفته هني مقارنه في مركز شباب الفيحة يعني ينافس؟ يعني والله الصبحيه تخافون منها بالعربي، فرقه تخافون منها الصبحيه، لان الصبحيه اليوم هو مركزهم، ارضه وجمهوره اليوم. اللعبه اصلا من الكابتن سيد العطار اللي مقترح اللعبه، يعني مشرف مركز الصبحيه، فالصبحيه كانوا كويسين ما شاء الله عليهم. فيها مجامله اليوم، انت قاعد تجامل الفريق، المفروض انه يكون يعني طابع التحدي اليوم. لا احنا كنا متحديين، بس انا بقول الصراحه الصبحيه كانت ما شاء الله عليها كويسه. الارض والجمهور لعب دور اليوم، عامل شغل، كانوا بيشجعون برا وكان في شغل عالي. We'll be right back.
اليوم جانب من المشاركين في مركز شباب الصباحيه واصلين مركز واصلين نهائي اليوم. ايه عرفنا باسمك. حمد مشى الشمري. حمد اليوم نشوفك لابس اخضر عرباوي ولا قتساوي؟ لا قتساوي. شلون لابس اخضر وقتساوي؟ شو نسوي بعد؟ صبوك على الفنيل. ايه زين لعبه الكره الممسوكه حلوه يعني تشوفها؟ حلوه احلى من الطائره والطائره اصعب منها. يعني تحب ان الكره الممسوكه فيها السهوله يعني؟ ايه تنصح ربعك بعدين يشاركون فيها؟ ايه اليوم وصولكم النهائي هذا فايزين ولا خسرانين ولا مو خايفين من الخصم؟ ان شاء الله فايزين. الخصم قاعد يقول راح يفوزون عليكم 11-7. لا خصمنا سهل. خصمكم سهل هذا تصريح؟ اي سهل. ممكن يفوز عليكم جاهزين؟ ما يفوز. رسمي ما يفوز يعني تصريح رسمي نعتمده؟ رسمي. خلاص كل الشكر لك ونشوفك بعد النهائي، لازم نقابلك ونشوف ردود الفعل بعد الخساره والفوز. مشكور. الله يعطيك العافيه. هلال مشعل شمري. هلال الله يعطيك العافيه، اليوم نشوف الكره الممسوكه لعبه جديده عليكم، شلون شفت استجابه الشباب لها؟ نشوف ربعك ما شاء الله قاعد يمارسونها حتى بالتدريب. حلو والله، حلو اللعبه. احسن من القدم ولا القدم احسن؟ لا القدم احسن. القدم احسن منها؟ ايه. زين يعني الكره الممسوكه ممكن تطغى على القدم بعدين تحبونها؟ ولا ثابتين على القدم؟ ثابتين على القدم. زين في هذه اللعبة هل ترجح أن تعتمد هذه اللعبة تكون من ضمن فعاليات المركز؟ ايه. عجبتكم اللعبة؟ ايه عجبتنا. واصلين النهائي انتم، راح تفوزون ولا تخسرون؟ ان شاء الله نفوز. توقع لي النتيجة؟ توقع 11-6. 11-6، ربعك قالوا 11-7 اللي ضدكم، صدق 11-6 ولا 11-7؟ 11-6. بالتوفيق والله يعطيك العافيه، نشوف احنا 11-6 ولا 11-7 اللي راح يفوز ان شاء الله. بالتوفيق. وصلنا معكم أعزائي المشاهدين إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نشوفكم باكر في حلقة جديدة، فمان الله.